شاء الله. صلحت هذه الشخصية وهي المرأة صلح المجتمع ونهضت الأمة بإذن الله. ما شاء الله. ألا وإن في الجسد مضغة ما شاء الله بالبيت مرضى
هذا البيت كله ألا وهي المرأة. الإسلام عرف قيمتها وجعل لها وعلم أن لها قدر كبير ودور كبير في صلاح المجتمع وليس في صلاح الأسرة فقط. فكثير من العظماء إذا صلحت هذه الشخصية وهي المرأة صلح المجتمع ونهضت الأمة بإذن الله. ما شاء الله.